خطوة حلوة وإن شاء الله تخفف عن المواطن. وتعرف شنو هي هاي حل يعني صعبة وزحمة يعني هاي التدقيق الأمني، وتعرف أنت نحن على أعمار وتاكسي وروحة وجاية وكذا وأمور، فيعني المواطن ياكل النهار كله بالتدقيق الأمني. يا أخي إيش 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 تسوي معاملة صورة قيد يقول لك جيب لي تدقيق أمني، تختم استخبارات وين ما تروح تدقيق أمني. ونحن نشكر سيادة الوزير على الخطوة المبادرة الحلوة، أتمنى أنه يتطبق بسرعة إن شاء الله يا رب. نحن نتأمل نتأمل بالله ثم بسيادة الوزير أن يطبق القانون. خطة مباركة من قبل السيد رئيس الوزراء، طبعا هاي إن شاء الله بها تعقيدات تسهيل كتسهيل أمر للمواطن. المواطن على ما يروح على ما يجي الموافقة الأمنية ويروح للاستخبارات وللأمن راح يستغرق وقت طويل. يعني التصريح الأمني أنا كموظف ومدير التربية نينوى تقريبا سنة عن ما جاء التصريح الأمني مالي، وتأخرت رواتبي وراحت الرواتب مالنا والتقاعد نفس الشيء، سنة كاملة عن ما جاء التصريح الأمني. والله احنا نطالب تفعيل القرار على مشوية تسهيل المواطن. هسه أنا عندي ختم بالاستخبارات يقول لازم تروح تدقق مرتلخ، يعني بعد المعاملة ما صار لها شهر. ليش؟ لأن أبو الاستخبارات ما كتب عليها دقيقة، يعني المعاملة تعتبر ناقصة. أحسن قرار هذا، يعني شيل الظلم من العالم. هاي اللي عنده معاملة شهر شهرين ثلاثة يلا هذا يكملها كلها من وراء اللي اسمه تصريح الأمني. والله عندي جواب بيت حاولت ثلاث سنوات لمن ما كملتهم. الله وكيل كله على مود تصريح الأمني، بس الحمد لله ما طول الساعة صارت الحمد لله والشكر. خوش قرار، خوش قرار، قرار زين وتمشي الأمور. تذكر راجعت وتأخرت بالسابق؟ والله راجعنا وتأخرنا، بس الحمد لله سهلوها وقمنا نمشي بيها. لذا يرفعونها تصير شغلة على السريع حتى لا يصير زخم يصير ازدحام، حتى لا المواطن يتأخر ولا الموظف يتعقد من هاي الشغلة. يعني حيل ساعد المواطنين، وايد معاملات ما معاملات وغيره ونقل وما نقل وهذا كل شيء، وين ما كان يروح لهذا المواطن لازم كله على تدقيق ويتاخر وسرى وازدحامات وكل شيء زين. فهذا قرار يعني كلش فادنا، فاد الجميع. يعني والله نطالب رفع شكو شيء ياخر المواطن بالعرقله ما عرقله بالمعاملات ما معاملات الاستخبارات والتدقيق وهذا. يعني الحمد لله شوف الوضع شلون رجع، والحمد لله والموصل يعني رجعت بخير مو مثل قبل زين. يعني احسن محافظه هسه بالعراق هي الموصل.